حكاية الإحساس إليسا تفتح الصندوق الأسود لحياتها الشخصية وصورة مسربة لحبيب إليسا الذي دمرها نفسيا والعلاقة المسمومة. أهلا بكم في قناة منوعات بوتا لأخبار الفن والفنانين والمشاهير وأحدث الترندات على السوشيال ميديا. يشرفني اشتراكك في القناة، بس ما تنساش اللايك والكومنت الجميل. فاجأت إليسا جمهورها بعد تصريحاتها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، والذي أكدت أنها مرت بعلاقة عاطفية دمرتها نفسيا، ومن شدة التأثر والزعل أصيبت بسرطان الثدي. وقد تحدثت عن كل ما يخص حياتها الشخصية، وفتحت الصندوق الأسود الخاص بها في الفيلم الوثائقي It's Okay. قد إيه أنت يا إليسا صريحة مع نفسك، وقد إيه متصالحة مع نفسك، بتتكلم بكل صراحة في الفيلم الوثائقي، وده بيكون دليل على شفائها الكامل من كل شيء هدد حياتها سابقا. وأشارت أن العلاقة العاطفية جعلتها ضعيفة جدا، لدرجة أنها حاولت إنهاء العلاقة دي بس فشلت، وقالت أنها أصيبت بعدوى أضعفت مناعتها فأصيبت بسرطان الثدي، وأن مرضها سببه حالة نفسية ولم يكن وراثة. وهناك صفحة مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشرت صورة لحبيب إليسا وأنه يدعى ناجي خضر، وعلى جانب آخر فإن فيلم It's Okay الوثائقي الخاص بقصة حياة إليسا عرض على نتفليكس ونال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. بحبه كتير لأنه أونستلي ما قطع علي بحياتي حدا دعمني وشجعني وحسسني بحبه قده. I think كل اللي عطيته إياه ما لقيت ولا مرة. يمكن بكل علاقاتي ما بعرف إذا في حدا ما خانني، بس هيدا الشخص ببصم لك انه هيدا الشخص ايفن ما بيطلع على مرة تانية. شفت اللي بحبه؟